بالطبع زيارة تاريخية يقوم بها الرئيس الصيني تشي جين بينغ إلى المملكة العربية السعودية. النهاردة كان في قمة مصرية صينية، لقاء بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني تشي. هناك علاقة استراتيجية مصرية صينية، وهناك أيضا علاقة ممتدة بين البلدين. لدينا عديد من الشركات الصينية تعمل في مصر، هناك تعاون كبير بين البلدين. في ثلاث قمم هنا في الرياض، قمة بدأت اليوم بين المملكة العربية السعودية والصين، بكرة هناك قمة خليجية صينية وأيضا قمة عربية صينية. هي زيارة وصفت بالتاريخية يقوم بها الرئيس الصيني إلى المملكة العربية السعودية، واللقاء مع القادة العرب إلهام للصحفي الصيني اللي موجود ومشرفنا الآن. أولا تحياتي لحضرتك، ونتحدث عن هذه الزيارة التي وصفت بالتاريخية. ما هو معنى تلك الزيارة، وما هي الآثار التي ستنجم عن هذه الزيارة، وهل هذه الزيارة تحديدا توجه إلى أي أطراف في العالم؟ أعني هل توجه الولايات المتحدة الأمريكية مثلا؟ نعم، أول شيء شكرا جزيلا لدعوتكم الكريمة. في الحقيقة هذه الزيارة كما ذكر حضرتك، يعني هذه زيارة تاريخية، وخصوصا يعني نعرف كان هناك زيارة في عام 2006 لفخامة الرئيس الصيني إلى المملكة العربية السعودية وإلى أيضا إلى مصر وإيران. وبعد ذلك يعني وخصوصا نظرا لجائحة الكورونا لم يقوم الرئيس الصيني لزيارة للشرق الأوسط، وحتى الآن هناك الزيارة تاريخية إلى المملكة العربية السعودية وحضور القمم الثلاثة. في الحقيقة يعني طبعا هناك تأثير كبير جدا، ليس فقط للدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط، بل وللعالم بأكمله. وخصوصا يعني قيل يعني هناك مخاوف أو القلق من الجانب الأمريكي، الولايات المتحدة، البيت الأبيض، ولكن من الممكن نقول يعني العلاقات الصينية العربية وعلاقات الصينية المصرية وعلاقات الصينية السعودية لا يهم العلاقات الأمريكية العربية. في الحقيقة يعني الصين لا تسعى لتكون بديلا للولايات المتحدة في هذه المنطقة، وبل يعني هناك أسلوب خاص من الصين للتنمية والتعاون مع الدول العربية، وخاصة في مجال الصناعة والاقتصاد والبنية التحتية. كما لاحظنا أن هناك كثير من المشاريع من الشركات الصينية في المملكة العربية السعودية وأيضا في مصر. نعم، هناك مشروع القطار ومشروع السكك الحديد وأيضا مشروع الموانئ، وهذه المشاريع يفيد بمصلحة المشتركة بين البلدين وبين الجانبين الصيني العربي. وبالإضافة إلى ذلك يعني هناك موضوع مهم جدا، يعني موضوع لتعزيز الثقة المتبادل، وخصوصا في المجال السياسي، لأننا نعرف يعني من الجانب الصيني نعم المصالح التجارية مهم جدا، ولكن أهم من ذلك الثقة بين الجانبين لمواصلة التعاون. لأن نعرف يعني هناك تراجع وتقدم وتراجع من الجانب الغربي تجاه دول الشرق الأوسط وخاصة الدول العربية، ولكن بالصين يعني السياسات الثابتة ومستمرة، وخصوصا مع إعادة انتخاب لرئيس فخامة الرئيس الصيني للأمين العام للحزب الشيوعي الصيني، يكون هناك استمرارية للسياسات الخارجية تجاه منطقة الشرق الأوسط، وهذا يكون مهم جدا للعلاقات الثنائية. هل بصراحة هذه الزيارة المهمة جدا والتاريخية، الولايات المتحدة أكدت أو قالت وعبرت ربما عن انزعاجها، خلينا نقولها بشكل واضح، وقالت أن الصين تأتي أو الرئيس الصيني يأتي لزيادة نفوذ الصين في العالم، مدى دقة هذا الكلام أو ردكوا على هذه التصريحات التي صدرت عن البيت الأبيض وتحديدا عن جون كيربي؟ نعم، وفي الحقيقة يعني النفوذ هناك نوعين، النفوذ يعني يجعل الآخرين يشعر بالخوف، والنفوذ يعني مثلا بالقوة الناعمة ليشعر الآخرين بالدفء من صميم القلب. وأعتقد يعني الأسلوب الصيني يعني هذا الأسلوب الثاني، يعني مهما كانت للدول العربية ودول الأفريقية، وبمثابته يعني كان هناك التبادل للدعم،
خلال جائحة كورونا وأيضا خلال الأزمات الغذاء أو أزمات الطاقة، فهناك تبادل مستمر ليعبر عن التهنئة أو الترحيب بالمبادرة من بالمبادرات من الجانب الصيني وأيضا المبادرات من الجانب العربي. فهذه كل التبادل وأيضا التعاون، وخصوصا دائما نقول يعني الصديق في 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 وقت الضيق، وقت الضيق. لذلك يعني لا نتكلم عن نشر الجنود او نشر حوامل في هذه المنطقه الحساسه، نتكلم عن المساهمه في التنميه المشتركه للشعوب هذه المنطقه، وهذا مهم جدا للعلاقات الصينيه العربيه. خليني ايضا، لانه الصين مختلفة عن غيرها من الدول، خلينا لو هنعمل مقارنات ومش حبيبها كتير ولكن لازم نقولها، الصين دايما علاقتها متميزة، الصين بلد صديق بمعنى الصداقة، الصين بتساعد الدول وحتى توطن صناعات وتنقل تكنولوجيا، الصين تشارك في مشروعات استثمارية وحتى بعض الصناعات العسكرية، بعكس دول أخرى الصين ليست دولة تهدد أو تتوعد الدول. من مميزات الصين أيضا، ولازم أقولها لحضرتك أيضا، إنها لا تتدخل في شؤون الدول، بالعكس هي تكره التدخلات الخارجية. ماذا تعني كل هذه الرسائل إذا قارنا بدول أخرى زي الغرب أو الولايات المتحدة؟ نعم، في الحقيقة يعني كما قال صاحب السمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كلنا لدينا قيم خاصة وكلنا نفتخر بهذه القيم، وفي نفس الوقت نحترم بقيم الآخرين. لذلك هذا مبدأ المشترك بين الصين والدول العربية. وبالإضافة إلى ذلك يعني في الصين دائما نقول التقرب الإنساني هذا الأساس للمصالح المشتركة تجاريا والاقتصاديا. وأعتقد زيارة فخامة رئيس هذه وكذلك هذه القمم الثلاثة سيساهم في تمهيد طريق إلى المستقبل الأكثر مشرق. خلينا أيضا نتحدث عن الصين، استثمارات، صناعة، بلد الأكبر في العالم النهاردة، ربما هي والهند طبعا أكثر من 1,400,000,000. إزاي إحنا كعالم عربي نستفيد من هذا الزخم، من هذه الزيارة تحديدا كشعوب وكقادة عرب؟ نعم، في الحقيقة يعني الاستثمار مهم جدا، وليس فقط الاستثمار وأيضا الشركات، يعني تأتي الشركات الصينية تأتي إلى المملكة العربية السعودية وإلى دول العربية بتكنولوجيا وبنقل المصانع وأيضا الموانئ إلى الدول العربية، وهذا مهم جدا ليس فقط الاستثمار ولكسب الأموال وأيضا للتوظيف المواطنين المحليين وأيضا لتعليم الخبرة الصينية أو تعليم التجربة الصينية الفريدة في تنمية الاقتصاد وأيضا في الابتكار التكنولوجية، وهذا مهم جدا للدول العربية والمواطنين وشعوب الدول العربية. الإعلام الدولي كله يتحدث عن هذه الزيارة التاريخية، الإعلام الدولي يتابع، الإعلام الدولي يراقب، الولايات المتحدة تراقب كل التفاصيل، حتى اللقاءات الثنائية ما بين الرئيس تشي مع القادة العرب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، الملك سلمان خادم الحرمين، الأمير محمد بن سلمان، ثم لقاءات أخرى. كيف تترقبوا أو تتابعوا هذه المتابعة الكبيرة من الإعلام الدولي وخاصة الأمريكي؟ نعم، في الحقيقة يعني لا أعتقد هذا يعني غريب بالنسبة للإعلام الغربي، خصوصا دائما هناك الأعمال، من الممكن أن نقول هناك عمل شيطنة للإعلام الغربي تجاه الصيني وأيضا تجاه الدول العربية، وأيضا مثلا مصر أو المملكة العربية السعودية. في الحقيقة كل دولة لديها نظام سياسي خاص، ولكل شعب الحق لخيار النظام الخاص. لذلك يعني مع أننا كان عندنا منتدى تعاون الإعلامي العربي الصيني أو الصيني العربي عام 2022 قبل 3 أيام في العاصمة السعودية الرياض، وهذا بتعاون مع مجموعة الصين الإعلام وأيضا وزارة الإعلام السعودية، هناك مبادرة لتشكيل بيئة أفضل عدالة ومساواة وخاصة إعلاميا
لإبراز عن الحياة الحقيقية وصورة الحقيقية لهذه البلدان وأيضا الشعوب التي تعيش في هذه البلدان. بتشوفوا بصراحة ازاي انتوا كدولة النهاردة دولة كبيرة، دولة عظمى، دولة معدلات النمو كبيرة جدا، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، داخلين على مدار الثلاث سنوات القادمة تكونوا أكبر اقتصاد في العالم عام 25. بتشوفوا ازاي التطورات اللي تكون في شايفينها في العالم العربي، في مصر وهنا في المملكة العربية السعودية، في دولة الإمارات، في عدد من الدول العربية، بتشوفوها ازاي؟ نعم، في الحقيقة يعني هذا مهم جدا، لأن الرؤية إلى المستقبل والخطة للمستقبل في الحقيقة يعني الآن مع التغيرات في الأوضاع العالمية، خصوصا يعني مع أزمة كورونا ومع أزمة أوكرانيا ومع أزمة الغذاء وحتى الطاقة، يعني من اللازم يكون هناك مزيد من الجهود المشتركة، وخصوصا الصين الآن الاقتصاد الثاني في العالم، ودول العربية وخاصة دول الخليجية يعني من المصدرين المهمين للنفط، وفي نفس الوقت يعني الدول العربية تسعى لتشكيل بيئة أفضل للشعوب مهما كانت من مبادرات الشرق الأوسط الأخضر والسعودية الخضراء وأيضا الهيدروجين. نعم، الهيدروجين، تمر المناخ. نعم، وتمر المناخ في مصر، هذا كل المواضيع مهمة جدا لتشكيل بيئة أفضل للبشرية بأكملها. وهذه رئيس تشي النهاردة أشاد خلال لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنظيم مصر ونجاح مصر في قمة المناخ في شرم الشيخ. نعم، وهذا مهم جدا، لأن نعرف أن الصين ومصر كلنا من الحضارات العريقة، ونتمتع زي ما قلت نتمتع في القيم المشترك، لذلك هذا يشكل أساس للتعاون بين الجانبين. عندما أعلنت الصين والرئيس شي عن الحزام والطريق، هذا التحول الكبير جدا، فائدة هذه المبادرة للشعوب العربية إيه وللعالم حتى؟ نعم، في الحقيقة مبادرة الحزام طريقة ليس فقط للصين وليس فقط للدول العربية بل إلى العالم بأكمله. نعرف التاريخ الحزام وطريق الحريرة، هذا مهم جدا بالنسبة لدول العابرة لطريق والحزام. وفي ثاني شيء يعني هذا طريق ليس تصدير المنتجات، ليس تصدير الأيديولوجية، بل هو التعزيز التكامل بين مختلف الجوانب، وخصوصا مثلا في التكنولوجيا. وهناك مفهوم مهم جدا، مفهوم المجتمع مسير المشترك للبشرية، لهذه هذا المفهوم ومبادرات الأمن العالمي من قبل فخامة رئيس الصين، سيكون هناك يعني قوة دافعة كبيرة لتشكيل المجتمع مسير المشترك للبشرية جماعة. هل بصراحة الحرب الروسية الأوكرانية أخرت هذا المشروع أو أدت إلى تأخير هذا المشروع أنه يتحقق في الفترة التي حددها الرئيس الصيني؟ في الحقيقة الحروب يعني أمر غير مرغوب لدى الجميع، ولكن يعني من الجانب الصيني، الصين تتفهم بالقلق من الجانب الروسي لتوسيع حلف الناتو إلى الشرق، وبنفس الوقت يعني الصين دائما تعبر بمرارا وتكرارا عن موقفها الثابت لعدم ترحيبه للحروب، ولكن في نفس الوقت يعني هناك علاقات قوية بين الصين وروسيا، وأيضا يعني هناك أسباب معقدة لهذه الأزمة أو هذا الحرب في أوكرانيا. لذلك يعني من الممكن نقول الحرب يخرب كل شيء، ليس فقط مبادرات الحزام وطريق، بل وأيضا مثلا نشاهد ارتفاع أسعار الغذاء وأسعار النفط. ولكن يعني من الجانب الصيني أكيد تتمنى يكون الحرب تنتهي في أقرب وقت ممكن. شوفوا ازاي او تراقبوا ازاي توسع الامريكي او حلف الناتو في المحيطين الهندي والهادي وفي بعض الجزر القريبة من الصين. نعم، في الحقيقة يعني هذا الاستمرار للسياسة الخارجية الامريكية او سياسات الدفاعية الامريكية لتحريض الحرب في المناطق المحيطة بالصين. ولكن يعني كما لاحظنا هناك الزيارة لمتحدث باسم المجلس النواب للولايات المتحدة إلى الصين،
ولكن الصين هنا لديها ردود فعل عقلاني وأيضا شديد، لذلك يعني لا أعتقد هناك أي تأثير لهذه التهديدات، بل يعني هذه التهديدات تجعل الصين أكثر مستعد لمواجهة أي اشتباكات عسكرية أو حتى الحروب مع الدول الأخرى. هل بصراحة سيكون هناك حلا لقضية تايوان؟ أقصد تايوان، الرئيس الصيني يتحدث عن هذا الأمر عدة مرات، كل المسؤولين في الصين تحدثوا عن صين واحدة وموحدة، ولكن هناك البعض يحاول فصل تايوان عن الصين، كيف ستحل هذه الأزمة؟ نعم، في الحقيقة هناك مبدأ أساسي، يعني الصين والحكومة الصينية مركزية ترغب في حل هذا الموضوع بشكل سلمي، ولكن في نفس الوقت هناك خيار عسكري مطروح إذا السلطات التايوانية تعلن عن الاستقلال، وهذا أمر ما يقبله حكومة صينية وأيضا الشعب الصيني، لذلك يعني دائما هناك حل أو حلول على طاولة المفاوضات، والخيار يعود إلى السلطات التايواني. وبالإضافة إلى ذلك يعني بالنسبة إلى الدول التي تقدم دعم لسلطات تايوان، فيعني الأمر سيكون واضح يعني مع المناورات العسكرية بمحيطها بجزيرة تايوان، مع زيارة نانسي بلوسي إلى تايوان، فهذا يعني يدل على موقف صين ثابت وصارم تجاه قضية تايوان، وأعتقد يعني سيكون هناك حل في السنوات القليلة المقبلة لقضية تايوان. إلهامي، قبل ما مشكورك وبحييك مرة أخرى، عايزين نطمئن على الوضع. كورونا خلال الفترة الماضية كان هناك إغلاق لبعض المناطق في الصين وتأثيرها على العالم، ماذا عن الوضع الآن حول فيما يتعلق بفيروس كورونا في الصين؟ نعم، في الحقيقة الوضع تتحسن بشكل تدريجي في الصين وخصوصا في المدن الكبرى، وفي الحقيقة يعني هناك السياسات أو نقول الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا من جانب الحكومة الصينية، وكل هذه بمبدأ بأن حياة المواطنين وصحة الشعب هذا في المكانة الأولى، لذلك يعني حتى هناك خسائر اقتصادية بسبب كورونا الحكومة الصينية تتحمل بهذه الخسائر من أجل الحماية على صحة المواطنين والمقيمين في الصين. هامي، شرفتني وبشكرك، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا أستاذي.